السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة 11 من برنامجنا الهندسي الهيكراس. بهاي المحاضرة طلاب إن شاء الله راح نتعلم إنه إحنا شلون نسوي lateral structure، منشآت أو هياكل جانبية. بالمحاضرة السابقة تعلمنا إنه شلون ننشأ inline structure، يعني فد هياكل من ضمن المنشأ الرئيسي. راح نسوي اليوم هنا هياكل جانبية. الغرض من عندها الطلاب انه ننمذج الموديل او ننمذج كميه التدفق المائي قبل ما يخرج او يروح الى منطقه الستوريج اريا. ان شاء الله المحاضره الاثني عشر حنتعلم شلون نسوي منطقه التخزين او الستوريج اريا. هسه اليوم احنا محاضرتنا اللاترال ستراكشر. طلاب كما موضح امامكم هنايا هي اللاترال ستراكشر، هاي منشات جانبيه توضع على جانب النهر، الغرض من عندها اما نمذج التدفق المائي او انه تحسب كميه الخزين قبل ما ان يروح للستورج اريا. فطلاب شلون راح نقدر نمثل هاي المنشات ببرنامجنا الهيكراس؟ نرجع طلاب، نروح هسه اول شيء نفتح برنامجنا، نفتح احد البروجكت اللي اشتغلناها سابقا، اوبن بروجكت ريفر. اوكي تمام، هسه نروح على Edit Geometric Data، نفتح حتى تشوفون طلاب واضحة أمامكم. هذا منشأ اشتغلناه سابقا بروجكت بي، عبارة صندوقية بنوع من الجسور بي وير بي جيت anything. راح نجي هسه اليوم ننشأ بي منشآت جانبية. هسه احنا اخذنا الطلاب الانجكشن، اخذنا الكروس سكشن، اخذنا الايديت والكلفرت، اخذنا الانلاين ستراكشر. ان شاء الله اليوم محاضرتنا راح تتكلم بخصوص اللاترال ستراكشر. ان شاء الله المحاضره القادمه راح نسولف على الستورج اريا وشلون نقدر نمثلها. فهسه نختار اللاترال ستراكشر. دي يختار لك طلاب من طلع لك لاترال، اذا شوف هنا يقول لك نو داتا فور بلوت، ما يعرف انه يحدد المكان. فاول شيء خيار تروحون طلاب انه احدد المكان العمل لللاترال ستراكشر وين حيكون. فاوبشن اديت اللاترال ستراكشر، اول خيار دي يطلب من عندك يقول لك انطيني مكان الستيشن اللي حتشتغل انت به منشأ او هيكل جانبي. فهسه نرجع قبل ما ان نختاره نرجع للقائمة، وين اخلي الطلاب هنايا بامكاني اوضعه باي مكان اريده. مثلا خلينا نضعه هنا حتى يكون واضح امامكم، اللي هو بين الستيشن 20 والستيشن 25. مثلا خلينا نضعه بالستيشن 23. فهسه نروح نختار طلاب lateral structure option edit lateral structure، بعد ذلك راح نختار 23. اوكي تمام، ثبت لي اياها. هسه ثبت له كان الداتا اوكي انه راح ننشئ بهذا المكان lateral structure. فهسه اول شيء طلاب دي يقول لك هنايا انه اسم النهر، اسم الريج، الديسكربشن انت توصفه، وصف كامل بالمنشآت الحقيقيه او البروجكت الحقيقي، الهيد ووتر هنا وين انه راح يبلش بال 23. فهسه طلاب يقول لك اختار للاوفر فلو شنو نوعه، تستخدم معادله تلوير ايكويجن لو نورمال 2 دي ايكويجن. هسه نرجع طلاب هنايا تختار احد المنشآت اللي تمثلها، مثلا هسه راح نختار وير امباكمنت. تمام، هسه راح نملي المعلومات الخاصه بهذا المنشا الجانبي اللي هو الوير ذاته. نمبر 1 الوير ويدث، يريد ارض الوير، طبعا يقصد به الارض من الاعلى. طبعا هذا الطلاب لازم تختارونه وفقا للكروس سكشن اللي خاص بكم. لو نرجع لهنايا ونكتب كروس سكشن هاي طلاب، فهسه الارض الجديده هنايا مثلا من 2 لل 4، فمن اقول ارض الوير كذا المفروض تكون من ضمن هاي المساحه، الان راح اصممه هنايا بالكروس سكشن الموجود هنايا. فهسه ارجع طلاب اقول مثلا العرض 2. تمام، افتر ذات دا يقول لي الوير ايش قد قيمه الوير كومبيوشن، انك انت تحط القيمه حسب شنو المعادله اللي راح تشتغل بيها انت. افتر ذات طلاب بيطلب من عندك الوير كوفيشنت، ايش قد قيمه معامل الوير كوفيشنت. بما انه احنا هنا ناخذ قيم افتراضيه فاوكي ما تاثر. الوير فلو سيرفيس ريفرنس، هل هو مع الووتر سيرفيس تستخدم لو مع خط الطاقه الانرجي جريد. اوكي هسه احنا بما انه قلنا لكم طلاب ما محددين وكأن دا نشتغل بصوره عامه ما تاثر التختار، بينما من يجي بروجكت حقيقي لا، حسب البيانات اللي معطيك اياها انت راح تمثل وتشتغل، او حسب التحريات الهيدرولوجيه اللي راح تجيك، حسب التحريات الجيولوجيه لقعر القناه او غيرها. هسه طلاب بعد ما اختارين راح يقول لك هنا اختار للوير كريست شيب الشكل الى الخارجي، فتقول له ازولايت اوك بورد كريستد وير شارب كريستد وير زيرو هايت ما بيها ارتفاع، فنختار هسه هنا بورد كريستد وير.
بعد ما اختارينا هذا يطلب من عندك الهيد ووتر ديستنس، يقول لك اطلب لي انه شكد البعد بين الهيد ووتر، فنعطيها 1.5. هنا ده يطلب من عندك الارتفاع والجوانب، طبعا اكيد تاخذه من الكروس سكشن، ف 0 2 او بامكانك تنسخه سوري 5 after that 2 0، after that 2 4، zero, four, five. هسه طلاب بعد ما ثبتنا البيانات اللي هو الستيشن والاليفيشن إلها، بدنا نقول له اوكي ثبتناهن. هاي الكروس سكشن نقلة من عده هنايا، بين لكم انه منين نقدر ناخذ احنا الستيشن والاليفيشن اذا احنا مثلا نسينا البروجكت الخاص بينا. شوف طلاب مثلها هنايا، تلاحظون انه التمثيل هنا انطى كامل، ايش قد القيم، ايش قد الداتا، بامكانك تغير اكيد من البيانات. هذا هنا الرسم العمودي للنوع من الوير، بامكانك تغير. هسه مثلا نختار الوير امباكتمنت، نغير مثلا نقول الويدث مالته الى خلينا نختاره مثلا 1.2 اوكي. افتر ذات هنا 4 2 0 اوكي. الويل كوفيشنت بعد ما مثلناها طلاب هياته، تشوفون عرض الوير تغير الويدث فور وير. ايضا الستيشن والاليفيشن بامكاني انه اتحكم بيهم من هنا، نفس الخيار الوير امباكتمنت بإمكاني 0.5 2.0 4.5 or 4.0، بإمكاني ألغي هاي. It's no problem. It's not okay. ويبلش من هنا ونقول له أوكي. فهسا نرجع طلاب، خلنا نطيل البيانات وير. هنا نبلش 2، راح تكون قيم الداتا البيانات النتائج. فمثل ما تلاحظون طلاب هنا يتمثل أمامكم المنشئ الجانبي هيات البيانات الخاصة به وير امباكتمنت. تلاحظون أمامكم هنا الستيشن والإليفيشن بإمكاننا ناخذه من مقطع الكروس سكشن الخاص بالقناة أو بالمقطع. هنا ينطلب من عندك الوير ويدث وألسو بعض الخواص الخاصة بالوير، كأن يكون العرض السي دي كوفيشنت، أي نوع تختاره هنا بإمكانك أنه أنت تحدده، تختار هاي البيانات كاملة. بعد ذلك تقول له أوكي انه مثل لك اياها هنايا. طبعا بامكانك تسوي ديسكريبشن. طيب بامكاني انه اسوي منشأ؟ نعم بامكانك تسوي جيت، بامكانك تسوي منشأ اخر، خلينا مثلا نسوي هنا كلفرت بوابه. هسه نرجع الطلاب هنايا او عباره صندوقيه كلفرت داتا اديتر نمبر 1 يطلب من عندك هنا يقول لك سمي لي اياها. انت هنايا من هنا تختار الاسم مال الكلفرت الخاص بالاي دي، او بامكانك ايضا انه مو بس تعيد الرينيم الها الخاص بها، كأن نسميها 2 اوكي. بعد ما سميناها بامكان نعطي الشكل الها، شنو نوعها؟ سيركولار بوكس، خلينا نعطيها مثلا سيركولار. هذا يطلب عندك الدياميتر الخاص بها مثلا 0.25. بعد طلاب هنا يدي يطلب عندك الشارت الها، الكلفرت لينث الخاص بها 1، الانترنس كوفيشنت ايش قد معامل خسائر الدخول، خسائر الثانويه اذا تذكروها طلاب هاي ماخذيها سابقا، معامل مانينج فور توب 0.002، المانينج فور بوتوم هاي احنا بيانات بدنا ناخذها طلاب افتراضيه، ديف الديبث اوف باك جراوند يطلب هناك طلاب الاب ستريم والداون ستريم، ايش قد قيمه الاب ستريم وايش قد قيمته للداون ستريم. فهنا السنتر لاين فقيمته هسه للاب ستريم، وكانه اذا رجعنا للكروس سكشن وين دي يكون بالضبط يا طلاب حتى ما تخطئون. من هنا نختار هسه هذا الاب ستريم والداون ستريم، ايش قد ممكن نعطيه؟ وكانه خلينا نعطيه مثلا 2.5. طلاب تلاحظون امامكم هنايا انه بامكاني امثل ايضا الكلفرت، اختار اي نوع اللي اريده، بوكس سيركولار از يو لايك، سيركولار تختار سيركولار تحطي اكيد مواصفات السيركولار. ارش ايضا هنا عندكم انواع مختلفه طلاب تلاحظون، بوكس ايضا موجوده هنايا،
كل الأنواع موجودة أمامك، بإمكانك تختار النوع اللي أو الشيء اللي أنت موجود هناية. بما أنه هنا ما عندنا بروجكت حقيقي، فدنا ناخذ قيم كلها افتراضية. يطلب عندك هنا بلا، طلبنا بوكس والسبان أو الرايس، وإذا سيركلر راح يطلب من عندك السنتر لاين أو الريديوس فور إت. هنا طلب هاي معلومات عامة، الكلفرت لينث، إيش قد قيم خسائر الدخول، خسائر الخروج، معامل مانينج. بعد ما ثبتت كل هاي البيانات وتطيب مثلا السنتر لاين الأبستريم إيش قد، والداون ستريم أيضا إيش قد مثلا، أو تثبت مثلا 2 والداون ستريم ألسو مثلا 2. بعد ذلك طلاب هسه تقول له اوكي ثبت لك اياها، هي الكلفرت اللي سواها لك هي كانت عباره عن صندوقيه. بعد ذلك طلاب هسه نقول له مثلا بامكاني امثل جيت بوابه، هاي هنا طلاب الاوت لاين اللي يطلب عندك ايش قد قيمته، النيم اوف تايم سيريز اوف اوت لاين اللي يطلب عندك وكانه نيم كان نسميه جي جي او اتش اتش. اوكي افتر ذات طلاب حتى هاي البيانات كلها اللي ثبتناها تثبت بالرسم الرئيسي او تطبق، شنو اقول لها؟ انطي ديسكريبشن معين، اي اني وصف، بما انه هنا بروجكت حقيقي ننطي وصف معين خاص بهاي الانلاين ستراكشر او هاي اللاترال ستراكشر، المنشآت الجانبيه لغرض شنو انشاناها. فانطي ديسكريبشن كامل، بعد ذلك اقول له ابلاي داتا. بعد ما انطيته ابلاي داتا طلاب تلاحظون هنا امامكم وكانه اطلع من عندها. بعد ما انا طبقت البيانات الها ارجع للرسم الرئيسي، هنا طلاب تلاحظون انه مثلهن لكم. فهسه ارجع للرسم الرئيسي اللي هو خاص بي، راح انطي وكانه سيف للبيانات ستدي بيرفورم. بعد ما ثبتنا بهاي البيانات طلاب بامكاني شنو اقول له؟ فيكس ايلسو. قبل هاي لازم انه اني انطي الستدي فيو داتا. هنا يا طلاب لازم انه هاي البيانات اللي انطيتها اثبتها او انطيها ديسكريبشن خاص بيها. فهسه طلاب ننطي هنا نمبر 1 وكانه 1. فبعد ذلك انه ثبتنا هاي البيانات كلها، او بامكاني انطي اوبشن سيف، اسيف المعلومات اللي خزناها تجدد او ننطيها تطبيق. بعد ذلك طلاب بعد ما قلنا لها سيف، هسه نروح راح نسوي تحليل للبيانات اللي حتطلع منين طلاب بيرفورم ستدي فلو سيميليشن. فهسه نضغط عليها انه نقول له كومبيوت، راح انه بده يطلب عندنا طلع خطا ايرور ان رايتنج انترميديت كومبيوشن فور فايل. هنا اكو خطا بكتاب الداتا اوف لاترال ستراكشر. هسه راح نعدل الاسم الخاص باللاترال ستراكشر طلاب. فطلاب هنا كان الخطا وين دا يحذرنا او الورنينج التحذير، انه قبل ما نسوي هاي الخطوه للران او للتنفيذ نرجع للداتا الرئيسيه او للسيميليشن الخاص بها. هنا يا طلاب نعطي اوبشن، نروح على خيار الانلاين اند لاترال ستراكشر اوت لاين، ايش قد مقدار الخروج او التدفق الماء الخارج. فهنا يطلب عندك البي اف 1 كانه نعطي 10. افتر ذات اوكي، بعد ما هذا طبقناها نقول له تمام. بعدين طلاب هنا فايل سيف، تسيف البيانات. بعد ما سيفت البيانات هسه راح ننطي تحليل للبيانات من هذا الخيار. بامكاني انا انطي تحليل للبيانات كومبيوت. طلاب هنا تلاحظ انه تمم عملية التنفيذ الخاصة بالبيانات. هسه بما انه بعدين بعد تمت عملية التنفيذ، هسه اروح اطلع النتائج اللي حتطلع لي. اول شيء راح نجي للكروس سكشن خاص بي كأن يكون كلاترال، هاي كمقطع القناة جانبي. هسه اجي وكأن المقطع الطولي راح يبين بي طلاب هياته. تلاحظون امامكم هنا يا طلاب هذا هو المقطع، يمثل لك هنا هذا نوع من المنشآت الجانبية انشأنا هو اللي هو الوير. هذا طلاب مثل عن هاي الانواع هذا اللون، فده يقول لك هنا هذا lateral structure هذا اللون منطق يا. هذا طلاب lateral structure هنا اشرنا، فهو هنا اشره تلاحظون امامكم lateral structure هي هذا lateral structure. هسه نجي نشوف طلاب، هذا طبعا منشآت inline structure انشأناها سابقا، هذا منشأ جانبي. نرجع طلاب ايضا بامكاننا نعطيها هسه الرسم وكانه متريب ترابيزويدا وكانه كمقطع طولي. ايضا وين اللاترال ستراكشر بامكاني انه احدده او ابين مكانه وين بالضبط. هنا يا طلاب هذا هنا مثل لكم انه هنا هذا لاترال ستراكشر ايضا موجود، اللي هو بين العشرين وبين الخمسة وعشرين. هنا ايضا كان طلاب يكون هنا لاترال ستراكشر انه منشا جانبي يكون على جانب المنشا لهناك، فيكون بانك ستيشن. ايضا كبيانات بامكانه ابين البيانات اللي خاصه بي اللي هو اختاره، شنو هنا يا طلاب الفايل اما انطي لاترال ستراكشر، اي نوع من انواع هنا الوحدات بامكان ايضا النتائج النهائيه استخرجها له. فطلاب ان شاء الله بمحاضرتنا بهذا اليوم وتعلمنا او عرفنا
شلون انه اني اقدر اسوي منشأ جانبي، وقلنا اي نوع من انواع المنشآت الجانبية، كأن يكون وير، كأن يكون جيت بوابة جانبية، كأن يكون كلفرت. فأي نوع من انواع اليوم احنا انشأنا وير مع كلفرت، كانت صندوقية، عبارة صندوقية. فطلاب هاي نوع من المنشآت مو بالضرورة انه تنشأ داخل انه النهر او الشانل، بس تحتاج ببعض الاحيان، وهذا الخيار ايضا موجود بهذا البرنامج. فتعلمنا شلون ننشئ هاي البيانات او هاي النوع من المنشآت باستخدام هذا البرنامج. انتم تلاحظون امامكم انشئها على جانب النهر او على جانبي النهر قريب من الاكتاف. ان شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم خلصت طلاب، نلقاكم على المحاضرة القادمة ان شاء الله. ما ننسى نسوي سبسكرايب للقناة وندعم زملائنا لتكون هاي الشروحات قريبة من عملهم. دمتم وامان الله وحفظه. شكرا جزيلا.